سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، الحمد لله يا ربي. لقاكم هذا الفيديو بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم فيديو جديد غادي نديرو فيه ان شاء الله كيكة سهلة. هي غادي تكون غير بجوج البيضات، ولكن حيت انا عندي البيض صغير فدرت ثلاثة ديال البيضات. المهم غادي هنا عندنا نحسبو جوج بيضات وكاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، وكاس ديال الزيت بالقياس الكاس ديال العنبه. وفي الطحين عبرت ثلاثه ديال الكيسان، وغادي نشوف على حساب الخليط شنو اللي غادي يعطيني. عندي جوج خمارات حمرين الوزن ديال 16 غرام، 8 غرام في كل وحده، وعندي فانيا. وانتم ممكن تنسمو باي حاجه بغيتو، بالقشور ديال الليمون ولا بالقشور ديال الحامض ولا باي نكهه بغيتو. المهم انا غادي نديرها في مورينيكس باش تجيني سهله وتكون سريعه، يعني توجد معايا بالزربه، ما تاخدش مني بزاف ديال الوقت. المهم غادي نقولوا بسم الله قبل ما نطولوا في الفيديو، غادي نبدا معاكم ان شاء الله. ان شاء الله غادي نقول دابا بسم الله. انا كما قلت لكم درت ثلاثه البيضات، حيت البيض اللي عندنا صغير نتوما ديروا غير جوج، كافيين هذا القياس. غادي ندير معها الساشية ديال الفاني، ممكن ديرو حتى جوج أولا كيما قلت لكم أي نكهة عندكم. غادي نقطعها بالمقص قطعة، غنزيد كاس ديال السنيدة، وغنزيد عليها كاس ديال الزيت، وغادي نضربهم دابا مزيان، وعاد نزيد الحليب. غادي نزيد الحليب وغادي نكمل لهم التطراب مزيان. كافي، دابا غادي نردها في الإناء باش نزيد عليها الطحين ونزيد عليها الخميرة. دابا غادي نزيد الطحين، وغادي نزيد معاه جوج ديال الخمارات. غادي ندير الطحين هو الأول، ندير شويه ديال الطحين باش ما نديرش الخميره على البيض. غادي ندير الطحين على حساب الخليط اللي عندي، على حساب الكميه شنو اللي غياخذ ليا انا بالغرب. Thank you.
والبنات باش نزينوها شي شويه. هنا عندي تقريبا 12 قطعه ديال الشوكولاط كحل ذوبتهم، وهنايا عندي واحد الضانات ديال الشوكولاط. ممكن تستعملوا اي يعني اي ديسير كان عندكم، الا كان ديال الفاني ولا كان ديال الكراميل، وديروا معهم شوكولاط يكون بيض. غادي نخلطوا معاه. هنا الشوكولاط ذوبته، زدت عليه معلقه صغيره ديال الزيت الروميه باش يبقى سايح معايا ما يكملياش دغيا. صافي غادي نخلطها حتى تخلط معها مزيان. صافي وغادي نزين بها الكيكه من الفوق. حاجه بسيطه ويعني موجودات، ممكن حتى الا ما كانش هاد الديسير ديروا اي نوع دانون، كان في الدار كان فريز ولا فاني اي نوع، حتى داك الصغير ديال الدراري الصغار اللي تيكون درهم ولا شي حاجه ممكن دير هكا مع الشوكولاط فكيجي زوين. غير يدار مع النوع ديال الدانون الاخر، يدار مع الشوكولاط يكون بيض. صافي دابا غادي نديرها فوق الكيكه. غادي نمشيها بالزربه حيت هو دغيا كيكرم. صافي غير كتديري عليها تيضرب فيه شويه ديال الهواء صافي كيبدا تتنشف. فغادي نمشيها عليها بالزربه وهكا كيبقى. يعني كل واحد وتزيين ديالو اللي موجود عنده في الدار، ممكن ديروا سكور كلاصي، ممكن ديروا كوك، يعني اي حاجه متواجده عندكم، شكلاطه كحكوه اي حاجه، يعني شي حاجه بسيطه وسريعه ما كتاخذش معنا الوقت وتوجد لينا هكا الكوتي، اولا الا جا عندنا هكا شي حد على غفله ممكن توجد لك بالزربه. صافي انا ما غاديش نزيد لها حتى شي حاجه، هو غادي يهبط على الجناب بوحديتو، فغادي نخليها تشد راسها هكايا شي شويه وغادي نرجع معكم ان شاء الله الحلا ونوريها لكم من الداخل كي جات. خليكم معنا. صافي هي البنات هكا وجدات معنا، راه كتجي خفيفه وكتجي زوينه. كنتمنوا تعجبكم وتجربوها، تردوا علينا في التعاليق. هي كتجي زوينه بالصحه والراحه. ونقول لكم مع السلامة إن شاء الله حتى الفيديو آخر.